بسم الله الرحمن الرحيم. من الاول عشان الحبايب، ايه هو البيم وبيفيد في ايه ومين ممكن يستفاد منه؟ نقدر نقول ان البيم ده تقنيه افرزتها المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده. يعني هو اللي خلى البيم ينتشر واللي خلى البيم يبقى موجود في كل المكان والناس كتير بتسال عليه، ان في مشاكل في المجال بتاعنا، مجال الانشاءات ومجال الاستشارات. البيم جه بحلول ليها. ايه المشاكل اللي كانت موجوده؟ اولا عدم التنسيق بين الاقسام المختلفه، كل واحد شغال في حاجه، كل واحد مش شايف شغل زميله، تعديلات بتحصل في مكانه وانت ما بتبقاش حاسس بيها، تعرضات بنكتشفها اثناء التنفيذ. يعني انا كنت شغال مثلا في مشروع كبير بدون ذكر اسامي، اللي هو الديار القطريه اللي على الكورنيش دوت، عارف، جنب ماسبيرو على طول، تمام. كنا شغالين في كوردينيشن، فانت ممكن مثلا بتحل جزء فمحتاج ان انت تحرك كيبل تري او تحرك ضغط، فوانت مش واخد بالك المشكله ممكن تضرب في مكان تاني خالص. يعني انت حليته في اول الطرقه ضرب في اخر الطرقه، فمحتاج ان انت تقعد تراجع بعد ما حليت حاجه على المكان كله. انما في البيم بتلاقي ادوات تسهل لك ان انت تعرف المشاكل الموجوده فين، تمام. في تقليل للتكلفه من خلال ان انا بقلل الاخطاء اللي بتظهر، وان انا بقلل الهدر اللي بيحصل في الموارد. الموارد دي مش حقنا، دي حقنا وحق الاجيال اللي جايه، فلازم نحافظ عليها، تمام. ممكن يبقى واحد مش فاهم اللوحه فيطلع شغل غلط او طلع شغل غير اللي هو المطلوب، المالك ما بقاش متخيل. فكل المشاكل دي افرزت ان البيم بقى ضروره، فبقى الناس مستنيه حاجه تيجي. في اول ما جه الناس قالت طب تعالى بقى، احنا مستنيك بقالنا كتير، تمام. فهو البيم فكرته كلها ان انا بعمل موديل او نموذج للمبنى على الكمبيوتر، بدل ما بعمل زمان كنت تضطر تعمل موديل على جنب كده مثلا بعش حجم المبنى، او ممكن تعمل موديل صغير بحيث توريه للمالك تشوف اذا كان عايز تعدله ولا لا. ممكن تكون مثلا عامل حمام سباحه في فوق السطح، يقول لك لا ده انا عايزه في الحديقه، بحيث ان اللي راح واللي جاي يعرف ان عنده حمام سباحه، فيبقى في تلاقي افكار ويبقى انت عارف هو بيفكر في ايه، هو عارف انت بتفكر في ايه، بحيث ان يبقى فيه تبادل للافكار والرؤى، تمام. فالبيم هيديني ايه؟ هيديني المنظر ال 3 دي، هيديني ان انا اشوف المبنى هو بيتبني ثلاثي الابعاد، هيدي قيمه للموارد بتاعتي بحيث ان انا ما بقاش فيه هدر للموارد، هيديني ان انا اقدر استفاد من المعلومات اللي انا محتاجها في اي وقت، سواء مثلا اثناء التنفيذ، اثناء البناء، اثناء التشغيل. لو انا بهد المبنى برضه هستفاد من الموضوع دوت، تمام. بيبقى عندي 3 دي و4 دي و5 دي و6 دي و7 دي. الكاد اخر حاجه قدرت اوصلها اللي هو ال 3 دي، ان هو بيعمل نموذج للمبنى ثلاثي الابعاد، تمام. البيم لما جه بدا يرتبط بحاجات كتيره جدا، لدرجه ان هو الناس بتقول ان هو وصل ل 20 دي، وبعد كده تعبوا من عد فقال لك ان دي يعني مفتوح الى لا نهايه، لان ممكن استفاد من ان انا اعمل نموذج ثلاثي الابعاد. 4 دي يعني اضيف بعد الزمن بحيث اشوف المبنى هو بيتبني. 5 دي ان انا اضيف التكلفه بحيث كل مرحله من مراحل البناء، في كل مثلا كل شهر ابقى عارف انا المفروض هيكلفني كام اثناء البناء. يعني انا في بدايه المشروع عارف المبنى هياخد مني مثلا 3 سنين، كل شهر محتاج فلوس قد ايه عشان اشغل المبنى. فالموضوع بقى اقوى في ان انا اربطه بالجرين بيلدينج، فاقدر اعمل وانا بعمل موديل بعمل سيموليشن واتاكد ان المبنى ده صديق للبيئه ولا مش صديق للبيئه. اثناء تشغيل المبنى بدي الموديل ده للناس تستفاد منه، فيطلعوا منه المعلومات اللي هم عايزينها ويقدروا يديروا المبنى. السيفتي، في حاجات كتير جدا بنقدر نستفاد منها في قلب المبنى، تمام. طيب لو احنا قلنا ايه اللي ممكن برضه يفيدنا تاني، يعني مثلا المالك هيستفاد منه اثناء التشغيل، بيقدر يدير كل حاجه، اي حاجه تحصل في المبنى يبدا يحس بيها، سواء الناس المهندس المعماري بيبقى شايف كل الزوايا وبيقدر يجيب الـ اي سيكشن عايزه، اي اليفيشن، اي قطاع، اي حاجه عايزها بيقدر يجيبها بسهوله. التحليل الانشائي بيبقى سهل جدا، اي تعديل في الموديل بيتعدل في النموذج الانشائي، فتقدر تشوف اخر حاجه وتعمل عليها التحليل الانشائي اللي انت عايزه بسهوله جدا، بدل ما كان بياخد منك وقت برضو بتاع الكهروميكانيكال يبدا يشوف. فاصبح فيه ان انا اقدر اعمل كذا سيموليشن بمجرد ان انا بنيت الموديلنج. الاول كنت بتعمل الموديل وبعد كده بتعمل تاني في برنامج تاني سيموليشن، وتاخد منك وقت كتير
وتعديل تضطر تعمله تاني. لا هو نفس الموديل بقى، هو تقدر تعمل عليه اي حاجه عايز تكتشفها، عايز مثلا تشوف هل هيصمد الرياح تاثيرها ايه على المبنى، الزلازل، اي تاثيرات عايز تشوفها بسهوله جدا تقدر تعمل سيموليشن. الانتريور ديزاين بيقدر يديني شكل كويس جدا، وبيقدر اخد منه اي تفصيل لو في اي حاجه مش فاهمها ممكن اخد فيها سيكشن بسهوله جدا يوريها لي، اعرف التفصيل الراجل ده متخيلها ازاي، مش من عند زاويه واحده، لا ده من جميع الزوايا اقدر اشوفها. اقدر اعمل ووك ثرو جوه المبنى فاقدر اشوف كل حاجه، كل الغرف متصله ببعض، بيبقى سهل جدا ان انا اخد قرار في الموضوع. تمام، بيديني وضوح اكتر، بيديني سيفتي اكتر، لان عدد ساعات الشغل بتقل، فده بيأثر في ان معدل ان تحصل اصابه بتقل، الكوردينيشن بيبقى يقل، فما بضطرش ان احنا نقعد اكتر في الموقع عشان نحل المشاكل. تمام، برضو ان انا اقدر استخدم البرنامج ده في حل الكلاشات، ده بيفيدني ان الحاجات بتبقى واضحه جدا. دلوقتي بقت البرامج كلها متصله ببعض، يعني من خلال الموبايل تقدر تشوف اي معلومه انت عايزها وانت في الموقع، فتتاكد اذا كانت المعلومه دي مظبوطه ولا لا. حتى لو ما فيش نت تقدر تخزن المعلومات كلها على التابلت او الموبايل وتبقى شايفها وانت في الموقع، فبتبقى سهل ان انت تاخد قرار لان انت شايف الشغل عامل ازاي واللوحه معاك في قلب الوقت. ولو عندك نت تعمل ابديت وتقدر تبعت اخر شغل للموقع بحيث ان هو لو عايز يعدل فيه ففي كنترول وفي كوردينيشن تشيك وفي ديزاين تشيك، كل الحاجات دي بيديها لي البيم لما انا اعتمد عليه اعتماد تام. في بعض الناس بيعتمد على البيم ان هو يعمل موديل ثلاثي الابعاد وخلاص، يعني بيستخدم البرنامج ان هو يعمل موديل ثلاثي الابعاد، بيدخل المعلومات بس الفيزيائيه يعني طول العرض والارتفاع، ومش مهم بالنسبه له بقيه المعلومات اللي هي تعتبر اهم حاجه واللي بتفرق معاه. تمام، في ناس بقى بتستغله صح ان هو مثلا يعمل عليه 3 دي كوردينيشن، يعمل عليه الكوست استيميتنج، الديزاين ريفيو، الديزاين فابريكيشن. يعني مثلا ممكن يكون عندي مثلا ضغطات كتيره فانا عايز اقول له بدل ما ابعتها للمصنع هو يبدا يقطعها، لا انا اروح معلم عليها كلها واقول له ايه قطعها حسب القاعده تحت، يعني مثلا كل متر ونص مثلا او كل متر ابدا اقطع الضغطات، الشكل الحقيقي في الموقع هيبقى عامل ازاي. فببدا استغل الموضوع دوت في موضوع البيم، موضوع ان انا اعمل سان اند شادو باس انالايز، ابدا احلل حركه الشمس وحركه الرياح وهل في الوقت ده هيبقى حاجه مغطيه على المبنى ولا لا. كل الحاجات دي بقدر اعملها، زي مثلا الكربون انالايز، الكلاش ديتكشن، كل الحاجات دي سهل تتعمل قوي في البيم لان انت عندك الموديل، فسهل ان هو تستخلص منه اي معلومه انت عايزها. في بلاك كتيره جدا بدات البيم ده يبقى اساسي فيها، زي بريطانيا وامريكا واغلب الاتحاد الاوروبي، النرويج، فنلندا، استراليا، الامارات، دبي، سنغافوره، هونج كونج، استراليا، جنوب كوريا. تمام، انسى الشمال ده، الشمال ده حكم عسكري فما لناش دعوه بيه، ضايع. تمام، ففي بعض الدول، في بعض الدول بقى اجباري. تمام، زي مثلا بريطانيا، زي استراليا، امريكا ما ينفعش يبقى في حاجه اجباري فيها، بس هو بيدي منح او بيدي مزايا للناس اللي هتشتغل بيم، لان هو عندهم ما فيش حاجه اسمها اجباري، اول ما بتقول اجباري بيقول لك لا ده انت كده ضد الليبراليه والحاجات دي كلها. تمام، في مراحل للبيم هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده، واحنا اتكلمنا عنها بكده في المجله. مثلا ليفل زيرو ده واحد شغال كاد بس ما عندهوش ستاندرد، فبيرسم خطوط وبيرسم اقواس وبيكتب شويه تكست وخلاص. ليفل واحد ده بدا ينظم شغله وبدا يعمل 2 دي و3 دي وشغال شويه بالاكواد. تمام، بس لسه كل حاجه لوحديها، كل واحد منفصل لوحده، المعمار لوحده، الانشاء لوحده، الكهروميكانيكا لوحده. ليفل 2 كله بيتعاون مع بعضه وكله بيقدر يتبادل مع بعض. تمام، وكله شايف شغله، وكل ما تحصل ابديت في حاجه مش لازم كلهم شغالين في نفس الملف، بس معمول لهم لينك، وده لما بيعدل في حاجه التاني بيحس بيها وبيجي له رساله، وهو ده اللي بريطانيا بتحاول توصل ليه. تمام، اتمنى ان الموضوع يكون واضح، الناس تبدا تعرف ان هيفرق معاها كتير قوي انها تعتمد على تكنولوجيا البيم، تنسى السوفت وير، اي سوفت وير استخدمه المهم استخدمه بيم صح، هيطلع معاك شغل كويس وربنا يوفقك باذن الله.